بالي والله، هل في فرق بين الكربة والمصيبة؟ لا، هي واحدة، هي واحدة، لكن لما عرفوها العلماء الكربة قالوا هي الشدة العظيمة التي تنزل على صاحبها، والمصيبة نفسها شدة نفسها عظيمة إيه؟ تنزل على صاحبها. لكن لما قال اللغة جاءت في الكربة تشمل المصيبة وتشمل كل شيء. نعم. لما نقول الشاب وش الكربة؟ يعني الرجل هذا كربة تختلف عن الرجل هذا، هذا عنده مثلا فقر، وهذا عنده مرض، وهذا عنده دين، وهذا عنده أبناء، وهذا عنده زوجة، تختلف الكرب. جاء الشريعة بلفظ بسيط يشمل هذا كله، تفريج الكرب وتنفيسها، إزالة الهم عن صاحبك. الشيخ الشاعر علي لما قال، ذكرت قصة للصحابة، أنت شو تقول؟ تقول التفريج إنه في المسجد والسجود. اسمع اسمع هذه قصة. أسلم. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد الصحابي جالس في المسجد، قال: يا أبا أمامة، ما أجلسك في المسجد في وقت غير صلاة؟ يا الله. قال: يا رسول الله، لزمتني الهموم والديون. قال: ألا أعلمك كلمات تقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت، فيذهب الله همك ويسدد الله دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. ارفع السبيكر يا شباب شوي. قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الله، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول الصحابي رضي الله عنه: لزمت هذه الكلمات الصباح والمساء، فسدد الله ديني وأذهب الله همي. الله أكبر. كلمات. لكن لما قال الشاعر علي إنه يصاب بهم ثم يذهب إلى ربه، تجد الصحابة تعلموا مدرسة محمد، وين يروح؟ إلى ربه، إلى بيت من بيوت الله سبحانه. والنبي بعد كذلك فراسته وفطنته عليه الصلاة والسلام، قال: من الذي يجلسك في المسجد في وقت غير صلاة يا أبا أمام؟ يراعي أصحابه. وهذا الذي فعل النبي ترى من التفريج. يا سلام، علمه الطريق، دل على العلاج ودله. يعني حتى عائشة لما قلنا أنها لما وقفت مع الأنصارية شافتها تبكي، بكت معها، ما تدري وش الخبر، قالت: لا أنساها لها. مثل المؤمنين. الله أكبر، في توادي متراحمين. نعم. طيب شباب، أحد عنده تعليق؟ عد الدعاء. الدعاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ